نوع ثالث من أمراض السبكيوتينياس اسمه رينو سبوريدوزيز. رينو سبوريدوزيز نشوف كيف المرض وكيف ينتقل للإنسان. هذا الرينو سبوريدوزيز عبارة عن مرض بسببه فطر محب للماء هيدروفوليك بروتست، محب للماء اسمه رينوس بوريديام سيبري. رينوس بوريديام سيبري أول ما اكتشف في الأرجنتين، لكن معظم الحالات موجودة في الهند وفي سريلانكا. هذا المرض بنتشر أكثر بين الناس اللي بيسبحوا في البرك مع الحيوانات المنزلية، سواء كان في برك أو خزانات أو بحيرات أو غيره. هذا المرض أيضا بيعمل حبيبات مزمنة في الأغشية المخاطية. تتميز هذه الحبيبات إنه في كأنه في أورام حميدة زي ما تشوف في الصورة اللي تحت، في الأنف وفي الفم وفي العين، كأنه في ورم يحدث في هذه المناطق أو في مناطق تانية، البكال كافيتي الفم يعني، الفجانة المهبل، فالفا اللي هي في المهبل، بينس اللي هو القضيب، باليوريثرا اللي هي أول منطقة يخرج منها البول، أو الركتام اللي هي المستقيم. في هذه المناطق أيضا ممكن يحدث اللي هو الورم الحميد بسبب وجود الميكروب. عند تشخيصه في المختبر لا يمكن زراعته، يعني لا ينمو على الأطباق الزراعية لا للفطريات ولا للبكتيريا، عشان هيك بنعمل له فحص مباشر وبناخد العينة عن طريق الـ FNAC اللي هي Fine Needle Aspiration Cytology، اللي هي هذه نيدل رفيعة بياخد فيها طبيب الهيستولوجي أو السيتولوجي العينة من المريض، بياخد خزعة يعني، أو بياخد نيزل ووشنج اللي هو غسيل من الأنف. حلاقي في العينة في عنا سبورانجيا، وموجود فيها آلاف لسبورانجيوسبور، آلاف لسبورانجيوسبور الأبواغ، حلاقي آلاف الأبواغ، وتشوفينها في الصورة اللي فوق على اليمين. حجم كل سبور من 6-9 مايكرون، وهذه السبور موجودة كأنها على مخدة من الأنسجة الضامة والكابيلاري اللي هي الشعيرات الدموية. بلاستوميكوزيس برضو من أمراض التحت جلدية سبب الفطريات. هذا المرض بتسببه بعض الفطريات الصبغية، وأشهر الفطريات الصبغية فونسيكا سبيشيز أو فيلافورا فريكوزا أو كلادوسبورام كاروني، وأيضا المرض بسموه كمان له اسم تاني فيروكاس ديرماتايتس. فيروكاس ديرماتايتس في الرجل أو في الأقدام تبعت بعض الناس. هذه شكل برضو الفطريات المسببة، فونسيكا اللي فوق وفي لافورا سبيشيز اللي تحت، هذه كلها فطريات بتسبب المرض. طريقة حدوث المرض احنا قلنا في سبورز بتكون موجودة في التربة، فبتدخل على الجلد عن طريق شكة أو شوكة أو ضربة أو مسمار أو زجاجة أو غيره، وبتكون في منطقة الإصابة ببطء عبارة عن التهابات. هذه الالتهابات بكون شكلها وارتي كيوتينيوس نوديولز، بتشبه رأس القرنبيط كاليفلاور، عشان هيك بسموا المرض فيروكاس ديرماتايتس. في الغالب المكان المصاب بيتقرح وبيصيب أيضا بشكل حصري فقط
الأقدام والرجلين من تحت هي المناطق المفضلة للإصابة بالمرض. تشخيص المرض عن طريق دائرة اكزامينيشن، الفحص المباشر اللي هو الكيو اتش، بناخد عينة من المكان المصاب وبنشوف تحت الميكروسكوب، عبارة عن دارك براون مالتي سيلولار ستراكشر، يعني هايفي بتكون لونها غامق، أو أشكال بيكون لونها غامق من 5 إلى 12 مايكرون تقريبا ان دياميتر، وتنقسم هذه الأشكال من المنتصف بنلاقي لها منطقة انقسام، بسموا هذه الأشكال سكلوريك بوديز أو ميدلر بادي أو كبر بنس بادي، يعني قرش النحاس، أو هيميوريفورم سيلز، يعني هذه أسماء متداولة لهذه الأشكال اللي بنشوفها عند المريض. هذه هيميوريفورم سيل من أحد الأشكال اللي بنلاقيها في عينة المريض، ودول الشكلين برضو بسموهم سكلوريك أو سكلوريتيك بادي في فحص الكو اتش اللي فوق، والتحت برضه سكلوريتيك بادي، لكن هذه من الأنسجة من النسيج تبع الجسم، يعني هيستوباثولوجي، يعني هيستوباثولوجي اللي فوق كيو اتش واللي تحت مصبوغة بصبغات الهيستوباثولوجي. في الأنسجة بنلاقي في عنا خلايا خمائر نحاسية بيضاوية الشكل أو دائرية الشكل بسموها ميدلر بادي، بتكون عادة في الأنسجة زي ما تشوفين في الصورة اللي تحت. هذه الصورة بتوضح الأشكال المختلفة اللي ممكن نلاقي فيها الميكروب تحت الميكروسكوب بعد صباغة العينة أو وضعها في فحص الكيو اتش. الفحص المباشر للعينة بنلاقي دائما قلنا الميدلر بادي. الميدلر بادي هو عبارة عن شكل مميز بيساعد الميكروب على البقاء في جسم المريض، العينات اللي بناخدها من المريض بناخد أنسجة ونعملها صباغة أو ناخد خزعة ونعمل صبغات هيماتوكسيلين أيوزين وجمزة وفونتانا وماسون، ونشوف تحت الميكروسكوب سكلوريتيك بادي، هنشوفها بشكل واضح جدا هذه الأشكال اللي تو شفناها قبل شوية. وممكن نعمل مزرعة للعينة تبعتنا على سبرويد ديكستروز أجار موجود عليه أكتيديون وعليه أنتيبيوتيك. طبعا الأكتيديون هو عبارة عن مادة بتمنع نمو السابروفيتك فنجاي اللي هي الفطريات الرمية الموجودة في الهواء، والأنتيبيوتيك هو عبارة عن مواد كيميائية بتمنع نمو أو بتثبط نمو البكتيريا. فهنا احنا ما بدنا لا سابروفيتك فنجاي ولا بدنا بكتيريا، عشان هيك بنحط الأكتيديون وبنحط الأنتيبيوتيك على طبق السبارويد وبعدين بنزرع العينة. في عندنا مرض آخر من الأمراض التحت جلدية اللي هو الفيوهايفومايكوزيز، وهذا من الأمراض اللي بتصيب تحت الجلد. المرض هذا منتشر في العالم كله وبصيب الناس اللي مناعتهم ضعيفة depleted والimmune deficient host، الناس اللي مناعتهم ضعيفة، وكمان بسبب اللي هو المرض اللي تحت الجلد subcutaneous، وممكن يسبب اللي هو حتى مرض للأعضاء الداخلية تبعت الجسم، جسم الإنسان زي الكلى زي الكبد زي الرئتين إلى آخره. هذا المرض بتسببه مجموعة من الفطريات، قلنا ديماتيكياس فنجاي، فطريات صبغية زي الالترناريا وانجيلا ديرماتايتس بايبولاريز كيرفوليرا إكسوفيليا وفي لافورا.
إكسوفيليا وفيلافورا. هذه مجموعة من الفطريات ممكن تسبب هذا المرض الفيوهايفومايكوزيس. هذه أشكال بعض الفطريات اللي حكينا عنها الآن بتسبب المرض الفيوهايفومايكوزيس، زي الوانجيلا درماتايتس وإكسوفيليا مونيليا. وفي عنا برضو أشكال تانية من الفطريات اللي بتسبب هذا المرض، زي الكلادوسبورام وكلادو فيلافورا وبايوبولاريز وإيروبزيديام. هذه برضو من أنواع الفطريات اللي بتسبب هذا المرض. هذا المرض ممكن يسببه كمان فطر اسمه كلادوسبورام، ممكن يعمل هذا الفطر البرين أبسيس اللي هو دمامل في المخ. المرض هذا بيعمل مرض تحت جلدي زي ما حكينا صبي كيوتينياس وداخل العضلات، وبيطلع قيح، ممكن تتكون سيست في الأنسجة. السيست هذه ممكن تكون محاطة ببص اللي هي قيح، وكمان ممكن تكون محاطة بجدار ليفي. جدار ليفي طبعا، هذا الجدار الليفي والقيح برضو عشان يحمي البكتيريا او الفطر من اللي هي عملية الفاجوسيتوزيس او جهاز المناعة. برضو المرض هذا ممكن يؤدي الى حدوث مرض في الجلد، مرض جلدي زي ما احنا شايفين في الوجه وفي اليد وفي الرجل، في مناطق مختلفة في الجسم، نسموه كيتونس في هايفومايكوزيس. مثلا سببها المصابة في المرأة الوانجيلا درماتايتس في الوجه، والصورة الثانية في الإيد في الساعد، مرض مصاب في مريض بسبب فطر إكسوفيليا جين سليمي. تشخيص المرض في المختبر، العينة تبعتنا ممكن نسحب عينة يعني أسبيريت من السيست اللي توا حكينا عنها قبل شوية اللي تكونت، ممكن ناخد قشطة من الورم أو النديول، أو ناخد من القيح اللي طالع برا، وبنعمل فحص مباشر اللي هو الكي واتش، وبنشوف هايفي زي ما شايفينها فوق في الصورة اللي فوق، لونها أو لها ألوان مختلفة بيجمنتد حسب نوع الفطر، من 3 إلى 4 مايكرون انداميتر. بيجمنتد يعني مصبوغة، بتكون نفس الهايفي مصبوغة، لأنه الفطريات اللي سببت المرض هي من الفطريات الصبغية. ممكن نعمل مزرعة للمريض على طبق سبارويد ديكستروز أجار ومعه أكتيديون. احنا قلنا كذا مرة الأكتيديون هي عبارة عن مادة بتمنع نمو السبروفيتك فانجاي الموجودة في الهواء، وبنعمل لها حضانة عند 25 أو 37 درجة مئوية. علاج المرض والوقاية هو إزالة المكان المصاب، إزالة المكان المصاب موضعيا، وممكن نعطي المريض أنتي فانجال عن طريق الوريد زي الأموفتريسين بي عن طريق الوريد، أو نعطيه عن طريق الفم اللي هو فلوسايتوسين، أو التنين مع بعض نيجي لآخر مرض من أمراض اللي تحت جلدية، سبكيوتينيوس مايكوزيس. في عنا المرض اللوبو مايكوزيس. هذا المرض بسببه فطر اسمه لاكازيا لوبي. هذا الفطر محب للماء، هيدروفيليك، ويوجد فقط على شكل خمائر، وطبعا يصيب المناطق المكشوفة من الجسم، ويوجد في الجسم على أشكال متعددة زي المكيول والبابيول والكيلود والفيريكاس والنيديولر والبليج والتيومر، يعني له عدة أشكال على الجلد. هنتعرف على هذه الأشكال في الشريحة القادمة. لكن الليجون
التقرحات أو الالتهابات بتكون غير مؤلمة، وبكون في حكة بسيطة، بكون في حكة بسيطة. نيجي نشوف المصطلحات اللي توي حكينا عنها. المكيول عبارة عن تغير في لون الجلد فقط بدون أي ارتفاع أو انخفاض. الببيول هو عبارة عن سوليد إليفيشن، يعني يرتفع الجلد، بيرتفع الجلد لكن بكونش موجود في سائل، يعني كأنه يتكون مثلا زي سيست أو كذا لكن بكونش في سائل. البليج عبارة عن برود بابيول، يعني بابيول كبيرة كأنه ارتفاع في الجلد في منطقة واسعة. النديول اللي هي العقيدة عبارة عن تشبه البابيول لكن أكبر منها، لكن إيش؟ أكبر منها تقريبا 5 أو 10 مليمتر في العرض وفي العمق. الكلويدال عبارة عن سكار، عبارة عن نوع من أنواع السكار اللي هي الندب، الندب اللي هي التي تتكون بعد الجروح، التي تتكون بعد الجروح. الفيريكاس هي شكل بيشبه الثآليل، بيشبه الثآليل أو بالعامية التواليل. إذا هذه الأشكال اللي تو حكينا عنها ممكن تطلع عليها وتقارنوا المصطلح بالصورة عشان تتأكدوا إنه الكلام صحيح. هاي كمان صورة توضيحية للأشكال اللي تو شرحناها نظريا. تشخيصها في المختبر بناخد عينة قشطة من الجلد أو بناخد خزعة من تحت الجلد وبنعمل فحص الكيواتش وبنعمل فحص الكالكوفلاور وايت، كالكوفلاور وايت ستين. هنشوف أول حاجة سفيرويد ييست، الييست على شكل بيضاوي أو دائري بتشبه الخلايا من 5 إلى 12 مايكرون وإلها جدار سميك ومالتي نيوكليات، يعني ممكن نلاقي في الييست أكثر من نواة، ممكن نلاقي في الييست أكثر من نواة. ممكن كمان تعمل عبارة عن تجمعات أو سلاسل من خلايا الييست مرتبطة مع بعض البعض وتعمل شكل شبيه بالجسر. ممكن نصبغ العينة بالهوموتوكسيلين الوزين ستين ونشوف الشكل زي استيرويد بادي، استيرويد بادي اللي هو نفس اللي هو سبلندور هوبلي فينومينا اللي حكينا عنه سابقا. لكن للأسف الفطر هذا لا يمكن زراعته على أطباق زراعية، لا ينمو على أطباق زراعية لا خاصة بالفطريات ولا بالبكتيريا. يعني الأسترويد بادي شرحناه سابقا بالتفصيل، هو عبارة عن خلايا ضخمة وبتكون جرانيلوما، حبيبات. قلنا الحبيبات هذه وظيفتها في الغالب حماية الفطر من جهاز المناعة أو من عملية الفاجوسيتوزيس. هذا شكل الفطر بالفونتانا ماسون ستين، وشايفين تنتين ييست عاملين اللي هو بينهم زي الجسر، البريدج عاملين بينهم زي الجسر كأنها سلسلة. العلاج والوقاية، ما فيش علاج يعني مهم لعلاج المرضى، ولكن أهم علاج اللي هو كومبليت اكزيجين اللي هو إزالة المكان المصاب بشكل كامل، إزالة المكان المصاب بشكل كامل، أو كرايوسيرجري اللي هو الجراحة بالتبريد، الجراحة بالتبريد زي علاج التواليل، زي علاج التواليل في العيادات.